أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ أنت آه. عارفة أنت فين هنا؟ جهاز كشف كده برافو عليكي ده أول ما بي- يعني أول ما أنا بقول حاجة صح بيروح ده لافف وعامل ضوء أخضر بالظبط ولما بقول حاجة غلط ده بيلف وبيعمل ضوء أحمر أوكي أحب بقى أقول لك حاجة تانية إضافية هي. مش بس إن ده هيدوس أخضر وده هيدوس أحمر لو داس أحمر أنا هزعل منك جدا 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 اما إيه علشان انا بكدب طبعا بالظبط لكن لو داس اخضر بقى ايه اللي هيحصل هتكسبي وهتاخدي درجات عاليه وهتاخدي الهديه الكبيره اللي هناك دي اكتر مستعده مستعده اسمك ايه تي شادي ابو بكر ابراهيم علام عندك كام سنه عن ثمانية انتي في سنه كام انا في انا رايحه ثالثه ايه اكتر اكله بتحبيها انا بحب السبانخ ليه بتحبي السبانخ دي اكتر اكله انا بحبها علشان ما اعرفش ليه بس دي انا بحبها قوي طعمها وانا دي يعني انا بحبها جدا من من تيتا او ماما بحب الاثنين تيتا, تيتا لك ماما مامتي وماما بابايا من منهم بتبقى طعمها جميل جدا وانا بحبها منهم اوكي ماشي وايه تاني؟ انا كنت بحب الباميه باميه؟ اه وانا كمان انا كنت بحب الباميه بس لما تعرفتي جميلة... على السبانخ لا فكره البني لا هو انا كنت متعرفه اصلا عليها من الاول والفته لا انا الفته ما بحبهاش اصلا ليه انا ما بحبش العيش اللي, اللي تحت فيها ده بيبقى بيبقى انا ما بحبش طعمه مع الرز وال بيبقى طري كده ومبلول لا هو ساعات بيبقى طري ومبلول وساعات بيبقى ناشف فانا صحيح. انا م يعني ما ما يعني ما بحبش الفته اوكي لما ما تيتا بتعمل فته بت بتعمل حسابها في, في طبق في صلصه ورز انا بأكل لكن. باكل صلصه ورز بس او مكرونه لا صلصه ورز رز علشان بيبقى في في الفته تيتا بتعمل رز زياده فبيبقى سهل آه. لكن ايه اللي هيخليها تعمل اكله ثانيه مكرونه يعني اه تاتي في التفاصيل الراية <applause> وجرايه <applause> لما ماما بتحمر بطاطس بتدخلي تسرقيها من وراها صح لا خالص لا خالص ولا أنا كفته أنا, انا لا ولا كفته انا لازم ان, إن انا لو لو عايزاها استاذن ماما الاول وماما بتقولي ماشي اوكي خدي لو قالت لي لا احاول اقنعها لا خلاص بق. اقعد بره استنى الغدا بقى ولما اكلها يعني. <applause> طبعا يا دكتوره انت هتقولي لي مين من صحابك أكتر بتحبيهم في المدرسة؟ البست فريند بتاعتي مم. فرح مم. في أسرار عندك في حياتك مخبياها عن حد أو عن مامتك؟ لا وأنا مفيش ولا سيرة أنا مخبيها عن مامتي إيه ده؟ لا بفكر. أكيد في حاجة أنت مخبيها اسمعي يعني. مني خلاص طالما هو عمل <applause> أيوه هو قادرة يعني مثلا آه في بس يعني ده دي حاجات يعني يعني هو انا لما اقول لك هتف... هتفهمي انا قصدي ايه يعني طب قولي هقولي هن... هن... انا يعني فاهمه اسرار صحابي يعني في ساعات صحابي بيقولوا لي سر ايه الحاجه اللي لما حد ب... مامتك بتطلبها منك مش بتعمليها في حاجات انا ببقى ساعات ما ب... مش بحب مش ببقى إيه انها دلوقتي في الوقت ده انا اعملها بس ماما شايفه انه دلوقتي في الوقت ده يبقى تعمليها دلوقتي في الوقت ده زي ايه بقى قولي لي مثلا انا ببقى قاعده في مره بتفرج على التلفزيون كده اه فببقى قاعده بتفرج على التلفزيون وبنام زي الصلاة لا وبرنامج انا بحبه ايه؟ قلت حاجه غلط؟ اه و... انا قلت لك يجي ميعاد الصلاة قلت مع الصلاة. إنه اه تروح تروح ماما قايله لي يلا صلي ببقى بقوم عادي وبصلي بس ببقى متضايقه ليه تبقي متضايقه؟ مش ان انا ابقى اصلي انا دي حاجه حلوه ان انا اصلي عادي ان اللي هو انا دلوقتي ده برنامج جميل طب ما ينفعش اجل شويه طيب لحد ما يخلص طب ما تصلي لان الصلاه اهم وبعدين يبقى يشوف البرنامج الجميل على اليوتيوب اي بس هو انا على اليوتيوب بيبقى. صح أوه. ولا غلط هو صح بس. الصلاه اهم ولا البرنامج الجميل الصلاة. بتاعك الصلاه ايه اكتر لعبه بتحبي تلعبيها انا بحب العب اي سي يو اكتر فيلم بتحبيه بحب وانا 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 أوه. صح 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 أوه. مش صح ولا انا غلط بس خلاص الجهاز ايه اكتر اغنيه بتحبيها تعال تعال تعرفي تغنيها اه غنيها كده كل كلمه حب في الدنيا وكل احساس صعبه توصف حبي ليكي اه يا اغلى الناس اي كلمه قلتها ولسه ما قلتهاش أقل من حبك يا دنيا لسه ما عشتهاش تعال تعال أنا قلب مال وياك الدنيا جنة عني لا تغيب حبك غريب شكلك وروحي جنة اسمعوا نصيب ألاقي الحبيب وأكثر ما أتمنى اوكي أنت لما بتقفي قدام المراية بتشوفي نفسك حلوة ولا بتشوفي نفسك وحشة؟ حلوة برافو طب ايه اكتر حاجة بتحبيها فيكي؟ لون عيني وشعري لون عينيك وشعرك؟ وانت لون عينك ايه اصلا؟ جري؟ لا هو لون عالية جري علي زي اختي الصغيرة اه لكن لون عيني انا هو عسلي امم انا بحبه جدا يعني اه ماشي عسلي مقلب على اخضر كده يعني مم. حاجة كده اوكي خدي يا حبيبتي باي باي سيبي لها الحاجات دي واشوفك بقى ان شاء الله عشان خلاص كده انت مبروك وعديتي معايا المرحله دي ماشي ماشي اقلعي بقى اللي فوق انا ايه؟ اهو أيوة. ايوه بس كده